مبسوط جدا ان انا هكون على مسرح ستار اكاديمي تاني مره، ومبسوط ان انا ضيف في ستار اكاديمي، ومبسوط ان انا طبعا مع اخويا حبيبي مينا، وهنغني اغنيتنا طبعا انا الصاحب اللي مكسره الدنيا، وان شاء الله هنولعها في البرايم وهنعمل برايم حلو، وان شاء الله باذن الله اتمنى التوفيق لطلاب ستار اكاديمي الموسم ده، بس اكيد مش هيبقى زي الموسم بتاعنا يعني، ها ما تاخدوش بالكم يعني كتير. تواضع ده تواضع. واوصف لنا بقى انت شعورك يا معلم. انا مبسوط جدا ان انا جيت تاني اغني مع شاهين تاني سنه بعد السنه اللي فاتت كنا طلاب، السنه دي جايين ضيوف، فده شرف ليا ان ستار اكاديمي يجيبوني انا ومحمد شاهين ضيوف. بس احنا لسه احنا بنتعلم من الناس اللي جوه دي واحد واحد، من اصغر واحد لاكبر واحد بنتعلم منهم لحد النهارده، ومبسوطين جدا، ويا رب نطلع انا الصاحب بقى بتابلو جميل كده شكلها لطيف. وبالنسبه للتابلو ان شاء الله هيكون كويس، تابلو الستار اكاديمي، التابلو بتاعنا بتاع الاغنيه يعني، اللي احنا مبسوطين برضو ان احنا جايين ضيوف مع نجم كبير زي ملحم زين طبعا. انا بنتعلم منه ده شيء شرفنا طبعا، واحنا فخورين بيه، اقوى صوت في الشرق الاوسط احنا معاه طبعا في البرايم ده، وان شاء الله نعمل برايم يكسر الدنيا ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ربنا يوفقهم كلهم يا رب. ومش شرط ان لازم يفضلوا للسيمي فاينل او يطلعوا ياخدوا اللقب عشان خاطر يعملوا حاجه، لا هيخرج بره يشتغل على نفسه هيعمل حاجه وهيثبت للناس فعلا هو راجل قادر يعمل ده ويغني ويوصل صوته للناس. بس فانا بس بقول لهم ايه، ان كل واحد يحافظ على شغله ويحافظ على نفسه وطبعا ويركز في الايام الجايه، وان شاء الله باذن الله اللي ربنا كاتبه لكل انسان فيهم هيشوفه يعني. ستار اكاديمي خلي نجمك يلمع. مين عطى ستار اكاديمي خلي نجمك يلمع؟ محمد شاهين.